نظمت وزارة الصحة لقاء مفتوحا جمع مسؤولين عن الوزارة مع ثلة من الإعلاميين العاملين في جميع وسائل السلطة الرابعة المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف مناقشة مختلف الحقوق والواجبات التي تقع على عاتق طرفي المعادلة. وزارة الصحة كجهة خدمية تدلل كل ما لديها من إمكانات وتوفر المعلومة المناسبة لكل باحث عنها من الإعلاميين، من جهة أخرى أداة الإعلام لكونها الناقل الحقيقي لمعلومة دقيقة لمتلق مهتم في معرفة أبرز التطورات التي تطال القطاع الصحي وما عليها، وكيف للشراكة أن تدار بالشكل الذي يضمن تقديم الخدمة على الوجه الأقدر، وما هي الوسيلة الإعلامية التي يعتمد عليها في التعريف بمضمون تلك الخدمة ووضع المتلقي في صورة أبرز التطورات التي طالت ذلك القطاع الحيوي الذي يحاكي صحة حياته. لقاء تشاركي مفتوح عزم على إيجاد أقصر الطرق نحو تقديم نفسه والإفصاح عن طبيعة الهدف الذي لازم مجيئه عبر طرحه لسؤالين اثنين: ماذا تريد الصحة من الإعلاميين؟ نحن نهتم بأولا التحقق، يعني هذه نقطة جدا مهمة، التحقق من أي موضوع واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية وهي وزارة الصحة، لأن هناك يكون في تشويش أحيانا لقضايا وموضوعات قد تؤثر على الناس وتؤثر على المرضى أنفسهم. وأيضا من المهم أن نحترم أيضا خصوصية المريض، المريض فيه من خلال من حيث التصوير أو من حيث الكتابة عن قضايا خاصة تعني المريض، قد لا يرغب هو في ذكرها أو البوح بها، فهذا حق من حقوق المريض. وأيضا هناك قضايا تتعلق أيضا بالأطباء، من الضروري التأكد مما يقال لأن قد يؤثر على أداء وعمل الطبيب. وجود ساعة الوزيرة وكبار مسؤولين والمدراء والصحافة والإعلام تحت يعني سقف واحد ومناقشة جميع التحديات والإنجازات لوزارة الصحة بشفافية وبدقة هي بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع الإعلام البحريني. وماذا يريد الإعلاميون من الصحة؟ كان لقاء جدا مهم وجاء في وقته لتفعيل قنوات الشراكة بيننا كطبعا منابر إعلامية وبين وزارة الصحة التي تعتبر إحدى الجهات الحيوية التي تقدم خدماتها من المواطنين. أنا كصحفي وكإعلامي متخصص في القطاع الصحي أبحث عن معلومة حديثة، أنا لا أبحث عن حديث إنشائي، لا أريد حديث إنشائي، أريد من مصدري أن يعطيني معلومة وإحصائيات جديدة. نحن في الألفية الثالثة ولم نعد في الألفية الأولى أو الألفية الثانية، كل شيء تطور على الوزارة، على شؤون الإعلام الموجودين فيها، على من يوجهون الرسالة للإعلاميين أن يكونون مواكبين للحدث، مواكبين لما يحدث حولنا وينقل إلى البحرين أو ما يحدث في البحرين وينقل إلى العالم. جملة موضوعات طرحتها تلك العقول التي تعي مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتقديم كل ما يهمه بقالب موضوعي وشفاف. واجبات وحقوق تقع على طرفي المعادلة، وزارة الصحة ودورها الهام في المجتمع، وإعلام يقدر ذلك الدور، ومن الواجب عليه أن يتبع أعلى المعايير المهنية التي تؤطر عمله كناقل للمعلومة دون زيادة كانت أو نقصان، حفاظا على صحة تلك الرسالة التي يقع على عاتقه إيصالها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.